الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. على كل حال شكرنا الكبير لهذا المكتب الولائي، شكرنا الكبير لهذا المكتب الولائي وعلى رأسه بشراط مختار. كذلك شكرنا الكبير للحاضرين السادة والسيدات وكذلك المجاهدين بلا الشهداء والمجاهدين وحتى المواطنين المخلصين. وكذلك شكرنا كبير للناس اللي راهم حاضرين معنا ويعني وراهم يعني هذه معلومات رانا ندو فيها وباش نكونوا يعني في الصوره. وكذلك الشكر الكبير 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 وهو لهذا المكتب الولائي اللي راه لم الشمل لم الشمل حتى كذلك رانا يعني مجتمعين هنا بينا بالاسره الثوريه بكل كل رانا مجتمعين هنا وهذا هو المفيد اللي نحوس عليه. اما حاجه كلمه قصيره نرجعوا لهذا السيد هذاك السيد هذاك اللي كان يدير في ديك الساعات المغرضه. هذا الجزاء نتاعها راه وصله راه وصل الجزاء نتاعها. وحنا كمجاهدين والله 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 ما ندهشوا ولكن تبقى في عمرنا غير شعر. وهذا الشيء ماليش نقول هذا كمجاهد ما يمثل الناس ولكن يعني نفسي وكذلك الناس اللي عندهم يعني اغراض يعني سياسيه واغراض يعني حب في هذا الوطن. هذه الشهداء هذو رفدناهم بيدينا حنايا الناس من الاوائل اللي يعني حضرنا. انا تشوف فيا في عمري فوق في عمري 87 عام. وهذا الشيء اللي رانا نتكلم فيه ما هوش يعني هذا الشيء اللي رانا نتكلموا في اليقين. على كل حال باش ما نطولش خاطر كاين الناس اللي يزيدوا يهضروا راه فيها شغل كبير. ومن بعد كاين ملتقات واحدة أخرى إن شاء الله ونعاودوا نزيدوا نهضروا. ولكن والله ما رانا داهشين كما راهم يقولوا هما والله ما رانا حابسين. حنا ثاني والله ما رانا حابسين. السلام عليكم.